توسع قناة أخبار الكرة المغربية في كل مكان. السلام عليكم. قبل البدء في أخبار اليوم، لا تبخل علينا بضغطك على زر لايك وشكرا لك. اختارت مجلة فرانس فوتبول فرنسية التشكيلة المثالية للدورة الخامسة من البطولة الليغا الفرنسية، والتي ضمت الدولي المغربي المدافع نيف أجريد، لاعب نادي ديجون الذي يضم أيضا الدوليين فؤاد شفيق وحمزة منديل. ماكينات لا تتوقف كل أسبوع للمحترفين المغاربة الذين ينشطون بالإرديفيزية والذين لا يملون من إنتاج وتسجيل الأهداف في كل مباراة مع أنديتهم. حكيم زياش صنع هدفا جديدا مساهما في فوز أجاكس على فيرنين برباعية، ومثله فعل محمد إحتاري رفقة إيندهوفن لكن بخمس على فيتيس تانان. أسامة الإدريسي سمى عاليا وسجل هدفين لألكمار رافع رصيده لخمسة أهداف هذا الموسم، كما هز عبد الرحمن هروي الشباك لثالث مرة مع سبارتا روتردام، والشأن نفسه بالنسبة لإلياس بالحساني بقميص زفول، ليكون هؤلاء الأسود أبرز وأكثر نجاعة وحسم نهاية الأسبوع الماضي. نصح الدولي المغربي سفيان أمرابط الموهبة المغربية محمد إحتار النجم الصاعد في صفوف نادي أيندهوفن الهولندية بضرورة الإسراع اختياري في اسم المنتخب الذي يود تمثيله مستقبلا بين المغرب وهولندا. وقال أمرابط الصغير من خلال تصريح أجرته مع صاحبة فوتبول انترناسيونال الهولندية، من أجل مصلحة إحتار يجب علي الإسراع في اختيار المنتخب الذي يريد حمل قميصه بين المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي. لن يكون بوسع أيوب الكعبي هداف الشان التاريخي والذي قاد المنتخب المحلي للتتويج بلقب النسخة السابقة التي احتضنت على أرضه الظهور أمام الجزائر بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي غيبته عن مواجهة واضبو. الكعبي ينتظر تقرير الهيبتي بالمعمورة، والأخير هو من يسعى حسيمه في مسألة سفره من عدمه، والأرجح أنه لن يكون جاهزا لهذه المباراة الهامة في انتظار تعافيه بالكامل. اللاعبان عثمان الكبير المتعلق في البطولة الروسية والذي تطوعه الكرة بشكل جيد كان آخر صورة تسجيل هدفه أمام نادي سبارتاك موسكو الشهير، ومعه يوسف العربي المجرب والخبير والذي يلعب لفريق يوناني عريق وأصبح من هدافه. وأمام حالة الإحساس الهجومي التي تلازم الفريق الوطني فلا ضيف من منح الفرصة للاعبين معا، لا سيما أن عامل السن لا يثير قلقا في حالتهما معا. كشفت صحيفة ألمانية عن التشكيلة التي سيخوض بها بروسيا دورتموند مباراة يوم الثلاثاء أمام برشلونة الإسبانية في ذهاب الدور الأول من منافسة دور المجموعة بعصبة الأبطال، وقالت إن المدرب لوسيان فافر استقال 11 لاعبا سيبدأ بمباراة أمام فريق الكتالونية. وتتضمن تشكيلة دورتموند حسب الصحيفة الظاهرة المغربي أشرف حكيمي الذي تألق في مباراة فريقه الأخيرة. خطف أمين حارس الأضواء في ختام مباراة الدور الرابع من بوندسليغا وهو يقود شالكا لسحق مودي في باتربورن بنتيجة 5-1. حارس تألق بقوة في اللقاء وكان نجمه الأول بلا منازع ورجل الحسم في الشوط الثاني بتوقيع لثنائية جميلة، والهدفين الثالث والخامس لفريقه في الدقيقة 71 والدقيقة 85 مفتتحا رصيده التهديفي هذا الموسم بأجمل صورة تحت الأنظار عبد الحميد الصبيري الذي دخل كبديل في آخر 10 دقائق من جهة أصحاب الأرض. قرر فريق الوداد الرياضي برئاسة سعيد الناصري العودة إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس بعد قرار لجنة الاستئناف المؤيد لقرار اللجنة التأديبية للكونفدرالية الإفريقية، والتي أكد انسحاب الفريق الأحمر من أيام نهائي عصبة في رادس واعتبر الترجي بطلا للمسابقة حسب ما أكده سعيد الناصري رئيس الوداد. وجه الحسين عموت مدرب المنتخب الوطني المحلي الدعوة لبدر بانو اللاعب الرجاء الرياضي بغية المشاركة في التربص الإعدادية تأهبا لخوض المباراة القوية أمام المنتخب الجزائري، والمقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل برسم التصفية المؤهلة للبطولة الإفريقية للاعب المحليين التي ستجرى أطوارها في إثيوبيا عام 2020. وفي الأخير، إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط على زر لايك وليصلك كل جديد، فعل الجرس وإلى اللقاء.